يأتي الشاب زيدان كل يوم لمقر مكتب العمل والتأهيل بسبها، والذي تضرر وتعطل عن العمل منذ سنوات بسبب الحروب المحلية التي شهدتها المدينة. يسعى زيدان لإعادة إحياء المكان وصيانته. والله بالنسبة لي كزيدان أول تحدي أني حاططها قدامي، وما بدش يعني حتى أني نقدم عمل يعني يعتبر تقليدي، بالعكس أنا نبي نكون أول يوم مباشر فيه مهامي وعملي يكون من خلال المبنى هذا، يعني اعتبر هذا أول تشالنج بالنسبة لي، أول تحدي أني نخوض فيه. وقمنا بمساعي الحمد لله من المجلس البلدي وعن طريق وزارة العمل والتأهيل. كمدة زمنية ما في حد يقدر يعطيك مدة زمنية بحكم وضع اللي تمر به البلاد، ونفس اللحظة احنا قاعدين تو احنا ما بين حكومات وتأسيس حكومة جديدة وحكومة سابقة. يضم المقر عدة مبان كانت تعج بالحياة والناس، وكانت تقدم خدماتها لسكان المدينة قبل أن تتضرر بفعل الحروب المحلية التي أضرت بالمكان. بعد سنوات تشهد المدينة سلاما قد يساعد زيدان ومن معه لإعادة الحياة هنا من جديد. والله بالنسبة للمبنى شيء مؤسف، شيء مؤسف الحقيقة، أن يعني صرح زي هذا يخص لمكتب العمل والتأهيل، يعني زمان كان يسموه فيه القوة العاملة، يعني صرح زي هذا كان يوفر خدمة للناس ويقدم فيه خدمة اجتماعية، وفيه الناس باحثين عن العمل بمختلف أعمارهم وفي ذوي احتياجات خاصة، كذلك الموظفين اللي في قطاع الدولة اللي هم يتوفرهم خدمة كيعتبر كان هذا، وفي رفع من كفاءة الموظفين. إن مكان زي هذا يعني يقدم فيه خدمة بجودة هذه ويصير فيه شيء هذا يعتبر شيء مؤسف الحقيقة. وكما تشوف يعني الوضع اللي وصلنا الحالة هذه، المشاكل اللي كانت تمر بها المنطقة، لكن الحمد لله اليوم تجاوزناها المرحلة هذه وقعدنا عليه، وما نقولش على قلب واحد، لكن بإذن الله ماشيين فيه بإذن الله إن شاء الله. تتعلق أمال موظفي المكتب بالوزارة الجديدة التي يتوقع أن تساهم في حل أزمة المقر وإعادته للحياة من جديد تحت قيادة من شباب المدينة، ولكن لا يعلم أحدهم إلى متى قد يطول انتظارهم. لقناة ليبيا عبد المنعم جهيمي، سبها.